بس حسيت انه اثنين دا يقربون بي ويحكون بالايراني ولو ما ادري انت حضرتك راح تجلسني قلت هاي الملائكه جاي يحاسبوني. بدينا يمر اليوم الحقيقه ما يوم روسيا وان شاء الله خلال يعني 1-2 راح يعطونا جواب. اليوم الحقيقه مهمتها انه نشوف ان اي مستشفى يكون صالح بالنسبه لحالته حتى تسويه. وين تلقى علاجك وتطمئن ونفسيا ترتاح احنا حاضرين. احنا غايتنا انه ان شاء الله تعيد نظرك ولو حتى لو عين من اليسار والله يشافيك ان شاء الله ابد لك فيها. ان شاء الله اجيكم ما نروح نوصل لنا ناخذك ان شاء الله بخير.